تحياتي ليك زميلي ابراهيم فايق وتحياتي لضيوفك الكبار في الاستوديو التحليلي من هنا من استاد الجيش ببرج العرب بعد انتهاء مباراه قبل نهائي الكاس بين نادي الزمالك والاسماعيلي. فوز كبير لنادي الزمالك على نادي الاسماعيلي 4 أهداف مقابل هدف واحد. يسعدنا يكون معانا الكابتن خالد جلال المدير الفني لنادي الزمالك. كابتن خالد، نتيجه كبيره، فوز مهم، يعني اداء راقي للزمالك، كان بادئ فايق قوي النهارده، استحوذ على المباراه، احرز هدفين في اول ربع ساعه، تملك كل خطوط الملعب النهارده، فوز مستحق لفريق كبير زي فريق نادي الزمالك النهارده. طبعا برحب بيك وبرحب بالاستاذ ابراهيم وطبعا كباتننا الكبار الكابتن حسن شحاته، كابتن فاروق جعفر، كابتن احمد حسن، كابتن خالد القماش. بقول الحمد لله رب العالمين ان احنا قدرنا النهارده بجد. يا خالد، اللعيبه دي رجاله جدا النهارده. قبل الماتش كان في روح غير طبيعيه قبل المباراه، قالوا لي ما نقلقش، سواء يعني حتى انا قلت لهم في ماتشات كده بتاعتكم انتوا، مش بتاعه لا مدرب ولا اي حاجه، بتاعتكم انتوا. فعلا الماتش ده لعبنا الحمد لله بخطه هجوميه بحته من البدايه، بعبد الله جمعه وعنتر من الاجنحه، واوباما تحت كاسونجو، ويمكن ريحت انا ايمن حفني النهارده لان كان في شعور بالخلفيه تعبان. الحمد لله حققنا المراد في اول ربع ساعه، يمكن تراجعنا شويه ان احنا نقفل ونلعب على هجمه المرتد. دي مباريات الكاس عموما ما بتحبش المجازفه قوي، لان اتفضل. ماذا يعني ليك فوز على فريق كبير نادي الاسماعيلي وكان عنده طموحات كبيره ان هو يكسب فريق نادي الزمالك، على الرغم ان نادي الاسماعيلي كسب الزمالك ذهابا وايابا في الدوري، لكن انت حفزت لعيبتك ان هم يشيلوا الحته النفسيه دي، قدروا يعملوا مباراه كبيره النهارده. كابتن خالد، بقول لك يا اخي، انا قلت لهم الاسماعيلي فاز عليكم 3-1، بس احنا الشوط الاولاني في ماتش الدوري كنا افضل، كنا ممكن نكسب. قلت لهم ما تقلقوش من حاجه، احنا عندنا لعيبه كويسه وعندنا تيم كويس، ان شاء الله بس نعمل اللي علينا برجوله. الخطه اللي احنا وضعناها كل واحد يشتغل حسب التعليمات المسنده ليه، الحمد لله هم نفذوا، الحمد لله خطفنا في اول ربع ساعه، الماتش بقى اسهل، قفلنا كويس قوي، بحيث ان الاسماعيلي برده ما كانش فيه مساحات ان هو يشتغل فيها، الحمد لله احنا حققنا المراد النهارده. يمكن النهارده تالق معظم لاعبي نادي الزمالك ده راجع ليه يا كابتن خالد؟ وانت كجهاز فني ورئيس جهاز فني شايف الوضع ده وتالق، والنهارده يوسف امامه كان رائع النهارده واحرز هدفين، ومحمود عبد العزيز يعني النهارده كان يوم الزمالك معنا صح. والله انا مبسوط قوي من يوسف اوباما، لان في يعني في بعض الناس هجمته، لكن يوسف اوباما من اللعيبه المهمين قوي. قلت له يا يوسف ركز، انت لعيب كويس وانا معتمد من الناس اللي معتمد عليها. الحمد لله يوسف اوباما النهارده طبعا 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 ولاد نادي الزمالك طبعا كباتن فرقه، وفي احمد توفيق بره، وفي دونجا، وفي روقه بره خالص، مش عايز اقول لك، هو عبد الغني روح جميله، انا مش عايز اقول لك يا خالد، الحمد لله هي دي روح المكسب وروح البطوله. كابتن خالد بقى، بعد الصعود للمباراه النهائيه نفسك في ايه مع فريق نادي الزمالك كابتن خالد؟ هيكون نفسي في الكاس طبعا ان شاء الله. يعني انت شايف طبعا هيبقى في عندك الاسيوطي او سموحه، مباراه تبقى قويه، لكن الروح الجديده اللي انا شايفها نادي الزمالك، وفي مدير فني جديد لنادي الزمالك وبتادي هذا الاداء وبهذه الروح يا كابتن خالد. بقول نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك اللي قدرت ان تعوض الخساره امام الانتاج الحربي، رغم فريق برده محترم جدا، ونكسب 3-1 والنهارده نكسب 4، لا الحمد لله فريق نادي الزمالك قادر على حسم بطوله الكاس ان شاء الله. شكرا كابتن خالد، وتمنيت لك بالتوفيق. شكرا خالد. ده كان لقاءنا مع الكابتن خالد جلال المدير الفني لنادي الزمالك، عوده الى المقصوره، والزميل ابراهيم فايق.